الغضب، الغضب علاجه عواقبه. كلمة لشيخنا الداعية وهبان بن مرشد المودعي حفظه الله تعالى، وفيها قصص مؤثرة في عواقب من تسرع عند الغضب. في عواقب من تسرع عند الغضب. طيب الدرس معنا يا رجال بعنوان لا تغضب. لا تغضب. الغضب هو مدخل كبير لكثير من الشرور والبلاء، فإذا وجد الغضب وجد كثير من الشرور. والغضب معروف أنه ضد الرضا. الغضب هو ضد الرضا. والغضب جاءت الأدلة في شريعتنا بدعوة المسلمين إلى الحرص على تصبير النفس وترك الغضب، تصبير النفس وترك الغضب. جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له رجل أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا أي قال أوصني وهو يقول له لا تغضب، قال أوصني وهو يقول لا تغضب، رددها مرارا وهو يرد عليه لا تغضب. فالرسول هنا يوصي هذا الرجل بأن يترك الغضب. قد جاء أن الرجل قال ففكرت حين قال النبي ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. الغضب له آثار عظيمة على البدن وآثار عظيمة على المجتمع وعلى الأسر وعلى البيوت. آثار الغضب قد يصل الحد بالرجل إذا غضب أن يتعدى على حدود الله وأن يتعدى على شرع الله، فكم من أناس بسبب الغضب قتل، وبسبب الغضب شتم، وبسبب الغضب كذب، وبسبب الغضب ربما طلق امرأته، وربما بسبب أيضا الغضب أثار الحزن في البيوت وزاد الشر في البيوت بسبب الغضب. الغضب إذا حل وتمادى معه الشخص تعب كثيرا. تجد أحيانا الرجل أو المرأة إذا غضب فعل أفاعيل، إذا انتهى غضبه ونظر إلى أفعاله يستغرب من أفعاله هذه، أن قام بها وأن عملها وأن تكلم بها. وكثيرا ما يأتينا من الأسئلة يقول طلقت وأنا غضبان، هذا كثير ما يرد. فتجد أن الغضب إذا تمركز في الرجل قدم الرجل أو المرأة على كثير من الشرور عياذا بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض العلماء آثارا للغضب، آثار سلبية توجد عند الرجل إذا غضب. فانظر إلى الرجل إذا غضب كيف ترى صورته ووجهه متغير وملامحه متغيرة وصورته متلونة وحركته مضطربة. لو يرى الغضبان صورته في وقت الغضب لاستغرب. الغضب أيضا له آثار على اللسان، فيا لله كم ترى من أناس من الرجال أو النساء عند الغضب يحصل الشتم والكلام البذيء
كم تجد في الغضب من آثار إلى الآخرين، فالبعض إذا قد غضب وضرب يعني لا يرحم، إذا غضب وضرب أحدا لا يرحم في ضربه، فكم تجد من أناس يضرب ولده أو ابنته إذا غضب ضربا مبرحا يرى آثاره عليه ويرى آثار ما فعل فيندم. ما أدري أنا مرت علي قصة هل قرأتها أم قيلت لي، المهم أنها في ذاكرتي، أن أبا كان ولده مشاغبا ومؤذيا، فالأب أخذ خشبة وفي هذه الخشبة مسامير من هذا المسامير الذي قد أصيبت بالذحل، فيها ذحل، ضرب الأب يد ولده بهذه الخشب الذي فيها المسامير وكانت مسممة، فلما تأخر في إسعاف الولد وبعدها مرض، أصيب الولد بالمرض فأخذ إلى المستشفى، فطلب بعض الأطباء أنه لابد من قطع يد هذا الطفل، فحاول الأب بكل ما أوتي، قالوا لابد لأنها صارت مسممة ولا يمكن معالجتها إلا بهذا، فعلى كل حال قطعت يد الطفل. فلما استيقظ يعني الطفل من آثار التخدير نظر أنه ما عنده يد قد قطعت، فالتفت إلى أبيه وقال خلهم يرجعون يدي وأنا ما زيد ألعب، قل لهم يرجعون ليدي وأنا ما أزيد ألعب، هو طفل صغير. فالأب سمع بمثل هذا الكلام وكان في المستشفى في الدور الأعلى، فرمى بنفسه من نافذة المستشفى قهرا وغلبا، وعلى إثرها يعني توفي. فانظروا الغضب ماذا يفعل. وأيضا أخبرني شخص أن جارا له كان عنده طفل، فكان هذا الطفل يشتكي الناس منه كثيرا، فالأب أراد أن يؤدبه وأن يخوفه، فأخذ الأب الجنبية على أساس أنه يريد أن يخوف الولد باعتبار أنه يخاف، وشهرها عليه، فمن شدة خوف الولد مات في الحال. هذه أخطار الغضب. وكم من أشياء وأمور تأتينا عن طريق الغضب، ماذا يفعل الغاضب مع الآخرين، وكم تأتينا مرة يذكر لي بعض الإخوة أن شخصا غضب فضرب شخصا بالكأس في رأسه حتى أدماه، وهذه أمور أخف بلا شك من الأولى، لكن هكذا يفعل، ما تجد أن الشخص يقتل ويسفك الدم في وقت غضبه إلا لأن دمه فار، الدم صار فائرا، فما يستطيع القلب أن يستكين في نظر الغاضب إلا إذا حقق شيئا يهدئ غضبه. فالغضب لا يدل على الحنكة والحكمة والتؤدة والهدوء الكلي في الرجل إلا إن كان الغضب في محله في أمور الدين، وإذا انتهكت حرمة ربنا سبحانه بما يتعلق بأمر الدين، كما في حديث عائشة من انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. فالغضب أضراره كثيرة وكبيرة، فكم يفقد الأخ أخاه عن طريق الغضب، عن طريق الغضب كما سمعت. والغضب هو صفة اتصف بها البشر فهي ملازمة، لكن بفضل الله ثم بالمجاهدة والصبر وتعويد النفس على ذلك يصبح الرجل عنده نوعا ما من التعود على الهدوء وعلى ترك الغضب. وكم من رجل يفعل الأفاعيل في وقت الغضب، فإذا ذهب غضبه ندم على فعله، إذا ذهب غضبه ندم على فعله الذي فعله في حال الغضب. وعلى قدر مجاهدتك لنفسك يخف الغضب،
كم من أناس في بيوتهم وبين أهاليهم وأسرهم صاروا مثل الوحوش في باب الغضب، إذا غضب استكان الأطفال وهدأت البيت وخاف الجميع كما سمعت، لأنه معروف بقوة غضبه وبشراسته في داخل بيته. فمن الأدوية التي تستعمل في وقت الغضب ومن الأمور الطيبة التي جاءت بها الشريعة عند الغضب أن يحرص العبد على التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاء عن سليمان ابن سرد قال: استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: لا. قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنون تراني؟ والحديث متفق عليه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتعوذ بالله من الشيطان في وقت الغضب. وإن رأيت شخصا في وقت الغضب ذكره، علمه، قل له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان في وقت الغضب يزيد يهيج النفوس، وهذا إذا تعوذت منه خف شره. لهذا تعرفون الحديث أن الشيطان يضع كرسيه في البحر ثم يبعث سراياه، فأقربهم منه منزلة أكثرهم شرا ونشرا له، فيأتي أحدهم فيقول: لم أزل بفلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيء. فيأتي أحدهم ويقول: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته، فيقول له: أنت أنت. فيقرب الشيطان هذا ويدنيه منه. إذا سمعتم هذا الأمر الأول، وهو ماذا؟ الحرص على ماذا؟ التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا من الأمور التي يعالج فيها الغضب ويهدأ فيها الغاضب هو ذكر الله. إذن ذكر الله سبحانه من الأسباب التي تذهب الغضب. لهذا قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قد قال بعض أهل التفسير إن قوله وإما ينزغنك قالوا أي يغضبنك. ذكر الله عز وجل أمر مهم أن يحرص عليه العبد، بل يقول عكرمة في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، قال: يعني إذا غضبت. فاذكر الله تعالى عند الغضب، ما بين دعاء أو ذكر أو استغفار أو تسبيح أو غير ذلك من الألفاظ التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. أيضا إن أردت أن يخف عنك الغضب في وقته، فاحرص أن تتحول من الحال التي أنت عليها إلى حال أخرى. جاء من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. والحديث عند أحمد. فانظروا إلى هذا الأدب العظيم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، اجلس ما دمت غاضبا وأنت قائم، وإن كنت جالسا فاضطجع. هذه كلها لحكم عظيمة سمعتم رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فاحرص على هذا الأدب، احرص على هذا الأدب، تحول عن مكانك الذي أنت فيه. فنعوذ بالله من الشر
ومن الظلم بالذات في وقت الغضب، وحرص العبد على الالتزام بما جاءت به الأدلة هذا فيه نجاة له بفضل الله. لما تعلم أنك تفعل كذا إذا غضبت احرص على هذا، وستجد بفضله سبحانه وتعالى خيرا عميما لك كما سمعت. أيضا من الآداب إذا حل بك الغضب أن تحرص على السكوت، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا قد جاء عن أبي هريرة وهو صحيح: إذا غضب أحدكم فليسكت. فاحرص وقت الغضب أن تصبر نفسك وأن تسكت، لأنك إن سكت يعني كمت الغضب، ولم يستطع الشيطان أن يتسلط على لسانك حتى تخرج الألفاظ التي قد تندم على فعلها. وأيضا بالمقابل الغاضب يحتاج أن تتسيس معه. أحيانا بعض الناس إذا كان غضبان وسسته في الخطاب لان لك، احذر أن يكون هذا غضبان وأنت تشعل غضبه معه. احرص أن تكون أنت إن رأيت يعني صاحبك غضبان إما أن تسكت وإما أن تعتذر له، احرص على التماس العذر له كما سمعت. يعني كم من مواقف تجد أن الغضب له شأن، أن الغاضب إذا غضب وتعامل معه من غضب عليه، تعامل معه الآخر الذي الغضب عليه، تعامل برفق لين، تجد أن الغاضب يهدأ وأن غضبه لا يتطور إلى الشر الأكبر والأخطر، فتعامل بالحسنى مع من تلحظ أنه غضبان. فإذا غضب أحدكم فليسكت، هذا الغاضب. وأيضا من كان عند الغاضب والغضب عليه فليحرص أيضا أن يسكت. ومن الخطأ أن تجد بعض الناس يجد أن فلانا غضبان فيحاول يزيد يثيره، لا، الغضب والغضبان سيفعل أشياء كثيرة، فتعامل بالحكمة. أحيانا يكون الغاضب هو الأب، فإذا كان الولد موجودا والأب غضبان عليه يحرص يتلطف معه، يحرص يهدئ نفسيته، يحرص يبعث في قلبه شيء من الأمل والسكينة. وهكذا المرأة، بعض النساء إذا غضب الزوج أقامت الدنيا أكثر من الزوج، فالزوج غضبان فتقيم المرأة الغضب على الزوج أكثر منه وتشعله. مثلما يأتينا بعضهم يسأل هو غضبان ويقول للزوجة سأطلق، فتقول له لو أنت رجل طلق. يعني هذا ليس من الحكمة، هذا يعني من عدم التصرف الحسن ومن عدم التصرف السديد. لما يقول سيطلق وهي تقول لو أنت رجل طلق، الآن هي مسعرة للشر أكثر. فالرجل هنا بين أمرين سيكون: إما أن يطلق ويكون هذا جزاء في نظره هو للمرأة، وإما أن يتعامل بالحكمة والرفق، وهذا هو عين السداد. والمرأة معلوم ما فيها من عدم الإدراك للأمور كما سمعت. فالرجل بارك الله فيكم يحرص وفقكم الله على كتم الغضب ما استطاع، وأيضا المرأة تحرص ألا تشعل فتيل الغضب. مرة أحد الإخوة لطم زوجته، فنعرف الأخ هذا ما هو من الصنف الذي ممكن يصل إلى اللطم هكذا بسهولة. فالأب أبو البنت هذا يعني أخبرني على أساس أنه كيف هذا يعني يلطم، فاستدعيت هذا الأخ، قلت كيف يعني تعرف اللطم محرم مع الآخرين فكيف بزوجة أو فاللطم محرم مع كل المخلوقات. فقال لي القصة، قلت لها وقت الغضب أنا سألطم، قال وقت الغضب، قال وهي قربت وجهها وتقول لو أنت ابن أبوك لطم، قال أنا حاول أبعد خليل
ويتقرب وجهه لطم لطم لطم، طبعا أنا بتعبيره قرحته يعني فعلت الملطار. فالشاهد هذا من العوامل التي تشعل الفتيل، تقوم بعض النساء بمثل هذه الأمور تشعل حال الزوج وهو في حالة الغضب وفي حالة السخط. فالله الله، يعني لتحرص النساء على هذا. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول عن زوجته الأولى: جلس معها تقريبا ما يصل إلى 20 سنة، قال ما تخاصم معها مرة. وشريح القاضي يعني ذكر أنه بقي مع امرأته 20 سنة ما تخاصما، فقيل له كيف ذلك؟ قال كنت إن رأيتها غضبانة أمسكت وإن رأتني غضبان أمسكت. يعني انظروا على سياسة في البيوت، انظر هذه المدة وهذا كله. يعني كما سمعت الخلافات لا بد أن تحصل، لكن يعني لعلهم يقصدون الخلافات التي تصل إلى خلافات كبيرة. هذا هو. وأحد الإخوة، أحد الإخوة توفيت زوجته، فيقول بقي معها تقريبا ما أدري 35 سنة، يعني إلى 35 أو 30 سنة، يقول ما يعرف أنها يعني اختلف معها خلاف يؤدي إلى معرفة أهلها أو معرفة أهله بأمر الخلاف بينهما. قال إن حصل خلاف بيني وبينها هي تحرص على لملمة الأمر وهو يحرص أيضا على لملمة الأمر، ما يعرف أهله ولا أهلها بهذا الخلاف لهذه المدة الطويلة. هذا هو عين الحكمة. خلافات الزوجية تحدث وتحصل، لكن بقي من يتعامل مع الخلافات الزوجية بالحكمة واللطف كما سمعت. فالشاهد الغضب إذا غضب الغاضب لا ينبغي أن يزاد في إشعال غضبه، لا ينبغي أن يزاد في إشعال غضبه. هذا غضبان، احرص أن تهدئه وأن تبعث في قلبه التهدئة والسكون بقدر ما تجد. أيضا من العوامل التي تذهب وتضعف الغضب أن يتذكر الشخص عواقب الغضب. لما تغضب تتذكر عواقب الغضب، أحيانا تغضب وتقتل، أو تغضب وتطعن، أو تغضب وتطلق. يعني هذه أمور تذكرها قبل أن تقدم عليها كما سمعت. أيضا من العوامل التي تضعف الغضب أو تجعل الغضب يكون أقل شيء خفيفا، يكون الغضب خفيفا، أن يتذكر العبد فضل العفو وكظم الغيظ والصبر على الناس، ففي ذلك من الأجر ما فيه. جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. والحديث صحيح. فعلى كل حال احرص أن تتذكر فضل كظم الغيظ والعفو عن الناس والتجاوز، ففي ذلك من الأجر ما فيه. الغضب إذا كان لمصلحة دينية فلا بأس أن تغضب. وسمعتم حديث عائشة: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. فإذا رأى الشخص المخالفة فلينصح وليوجه وليعلم، إن لم يحصل القبول هنا له الغضب على المنصوح الذي لم يقبل النصيحة. كما سمعت أحيانا يكون الغضب نافعا إذا غضب في باب مشروع. مثلا إن غضب على الولد ما صلى، إن غضب على الولد إن رآه يسمع حراما، إن غضب على الولد إن رآه يسب أو يشتم أو يكذب، لكن ابدأ بالتعليم والتوجيه. فإن مشيت الأمور بهذا الطريق فأمر حسن، وإلا فالغضب بحدوده وبضوابطه. هذا أمر يعني مهم كما سمعت. إذن بارك الله فيكم، احرص على تجنبك للغضب بقدر ما تجد. الشخص قد يكون هدوءه وسكينة طبع فيه، إلا أيضا أن الغضب شيء جبلي في الناس، وأيضا الغضب قد يخف بالتطبع،
يحرص الشخص على أن يجاهد نفسه، أن يقاوم نفسه، أن يصبر، أن يتحمل، أن يدعو الله أن يرزقه الصبر وأن يرزقه التحمل. هذا أمر طيب، ادعو الله، ادعو الله أن يرزقك الصبر كما سمعت. ومن العلاجات التي قد تكون أيضا نافعة في باب الغضب، وهو ما يدخل في أن الشخص يتحول من المكان الذي هو عليه، أن يحرص الشخص أن يخرج من المكان الذي غضب فيه. أحيانا يغضب الشخص في البيت ويكون الغضب شديدا، إن خرج خارج هدأ، التقى له بالناس أو التقى بأخ الله أو رأى الناس فهدأ غضبه. وهكذا إن كان غضبان واشتعل في البيت وخرج مثلا يعني إلى المسجد أو إلى تجارته أو إلى عمله سيخف هنا غضبه كما سمع، هذا من التحول من مكانه الذي هو فيه. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة في القول والعمل، نسأل الله أن يرزقنا اللطف، نسأل الله أن يسهل أمورنا جميعا وأن يجنبنا ما يسخط ربنا، نسأل الله أن يسهل أحوالنا وندفع عنا جميعا كل سوء ومكروه.